برج الميزان، أنت في طاقة صعبة جدا. أنت ترى نفسك بأنك أصابتك ظروف كبيرة صعبة في الحياة، صابك غدر، خيانة أو مرض، أو تعرضت لأزمات قوية في حياتك، وأنت الآن في حالة نفسية وجسدية صعبة ولا تقوى أيضا على الوقوف جراء هذه المشاكل أو هذه الأزمات التي مرت عليك. تشعر بأن الحبيب أيضا هو في حالة أيضا صعبة وأنت تشعر به، فأنت قد أصابتك العشر سيوف وهو يحمل عشر عصي، وهذا حمل ثقيل عليه. تشعر بأنه يحمل أعباء كثيرة في هذه الحياة وقد تعب ولم لا يقدر على مواصلة السير من جديد، ولا يقدر على أن يفكر بأشياء ثانية إلا بحمله الثقيل وبالمعاناة التي يعانيها. فأنت تعاني وهو يعاني، كلاكما في طاقة جدا صعبة. الحبيب يبدو بأنه قد غير طريقه وسافر إلى مكان آخر، احتمال بأنه يكون قد اضطر من هذه المعاناة بسبب فقر، بسبب مرض، بسبب أي شيء، معاناة كبيرة اضطر عن الابتعاد عنك واختيار طريق جديد في حياته لكي يخرج من هذا. كما ترون هنا ماء معكر وهنا ماء صافي. لعله ترك هذه البلاد وهاجر لمكان آخر ليحصل على ما كان يتمناه، أو ليحظى بحياة أفضل من الحياة التي كان هو فيها سابقا. هو جدا إنسان جميل وجذاب وملفت للنظر، والعين عليه، وكل من يراه يتمنى أن يكون برفقته. احتمال بأنه قد تعرض لمشكلة مادية أو خسارة لمشروع، قد وضع كل ما لديه وكل أمواله في هذا المشروع، وهذا المشروع ما زال لم يعطه ثمار تعبه، وهو تعب من هذا الحمل الثقيل الذي هو فيه الآن، وقرر الابتعاد والخروج من هذه، أو ربما تعب من المشاكل. ربما أنتما في مشاكل زوجية، كنتما في زواج، وهذا الشخص تعب من كثرة المشاكل وقرر الابتعاد والسفر. ربما هذه احتمالات، ربما هكذا، وربما أنا أعطيتكم أكثر من اختيار. أنت في طاقة أيضا صعبة، أنت في طاقة الخسارة والحزن والألم والحنين والفقدان، فقدان الأشياء. ربما فقدت نقود كما قلت، ربما أنت وهو، ربما خسرتما مشروع كنتما تعملان مع بعضكما وخسرتما شيئا من النقود، ربما كنتما في حياة أسرية وقد انتهت هذه الحياة بينكما، وأنت الآن تشعر بالبرد والفقر والحاجة. مشاعر جدا صعبة في هذه القراءة لك، مواليد برج الميزان والحبيب أيضا. هو أيضا يحاول أن يدافع عن نفسه، يحاول أن يحارب من أجل لقمة العيش. هناك هو يشعر بالخوف، الخوف من الفقدان، الخوف من المرض. هو هذا الإنسان جدا خائف في هذه، وجدا مضطرب، وهو يريد أن يحمي نفسه بشتى الوسائل، بأي شيء في هذا الحياة، ويحارب من أجل الوصول إلى الهدف الذي يريده.
أنت تشعر مشاعر بأن هذا الشخص، بأن هذا الحبيب قد قرر الابتعاد وشق طريقه وفي مكان بعيد عنك. ربما اضطر لهذا الأمر كما أرى في هذه الكروت، ربما اضطر إلى الخيار، وكان هذا الخيار جدا صعب عليه، ولكنه هو حتى الآن متمسك بك ويفكر بك ولم ينسى. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت تشعر هذه عفوا هذه مشاعرك وهذه مشاعر الحبيب تجاهك. الحبيب يشعر بأنك أنت السعادة التي يتمناها، بأنك كنت تفيض عليه بالحب بدون حدود، كنت تعطيه الحب. أنت إنسان معطاء، ليس له وحده بل لجميع الناس. أنت كنت تعطيه الطاقة الإيجابية، تعطيه الأمل، تعطيه التفاؤل، تعطيه الحياة. هو يشعر بوجوده بقربك بأنه كان أسعد الناس، والآن هذه السعادة قد تطايرت على الأرض بسبب بعدك عنه. ولكنه أنا أرى بأنه قد اضطر إلى هذا. هو في هذا الكرت، القراءة جدا حزينة، هو في هذا الكرت يحاول أن يكون في هذه الحياة قادر، شاطر، يسعى لكسب رزقه بكل خفة وبكل دبلوماسية وبكل ذكاء. هو يحارب، سيحارب حتى النهاية لكسب ما يريد بأي وسيلة. ربما يضطر إلى أعمال غير مشروعة، ولكنه هو لا يسعى لهذا الأمر في هذه الفترة إلا لشيء واحد، هو يريد تحقيق طموحه فقط. أحيانا الطموح يجرنا إلى طريق ليس بالطريق السهل، ولكن الحاجة تجعل الإنسان أحيانا يسلك طريق لا يحبه ولا يريده. وهو في هذه الكروت أرى بأن هذا الحبيب هو شخص جدا ذكي وجدا شاطر وجدا يعرف كيف يحصل على الأموال وكيف يعمل في هذه الحياة لكسب عيشه، ولكنه قد غدر من هذه الحياة وتعرض لموقف خسارة كبير في حياته، خسارة عاطفية، خسارة مادية. وهو الآن يحاول أن يكون ذكي ويحاول أن يعيد توازنه وما كان عليه في السابق بكل شطارة وخفة وذكاء. وهو الآن خطواته القادمة، هو يريد الاستشفاء للخروج من الطاقة الصعبة التي كان قد مر فيها. فهو قد كما رأينا في هذه الكروت قد حمل حملا ثقيل أتعبه، ولم يقدر على النهوض من جديد. ربما أيضا قد يكون متعب، وهو في من هذه الأعباء قد يكون متعب جسديا أيضا وليس فقط نفسيا. هو يظهر بأنه متعب جسديا ونفسيا، وأنت أيضا طاقتك هي أقوى، أكثر شقاء من طاقة الحبيب أيضا. هو يشعر الآن يريد أن يرتاح، يريد أن يأخذ قسط كبير من الراحة. ربما أن أموره الآن بدأت في هذه الكارت بدأت تتحسن، وهو يشعر بأنه بحاجة إلى الراحة وبحاجة إلى الاستشفاء من مآزق أو مآسي الماضي. وهو بالرغم من كل هذا هو ما زال يفكر بك، هو لم ينساك في هذا الكرت وهذا الكرت، هو لم ينساك، لكن المشاكل التي مرت به جعلته هو محتفظ بك في ذاكرته، أما ولكن جعلته لا يملك العاطفة، لا يملك الأحاسيس، لا يملك الوقت أصلا لكي يفكر بأشياء رومانسية.
هو يشعر فقط بطاقة عقلية وذهنية، يريد أن يرتاح من الهموم ومن التفكير، ويريد أن يحافظ على عمله. الآن هو ربما يتواصل معك عن طريق الإنترنت، أو هو ينظر إليك من بعيد ويراقبك. في هذه مصير العلاقة فقط المراقبة، هو سينظر إليك من بعيد ويحاول الاختيار بين أمرين في حياته، هو ما زال متمسك بك وما زال محتفظ بك، ولكنه الآن يشعر بأن هذا الوقت غير مناسب لأي خطوة جدية في هذا الموضوع. هو فقط يراقب ومهتم بأعماله، وربما تكون قد انفتحت إليه أعمال كثيرة في الخارج أو عن طريق الإنترنت، وهو في هذه الفترة يحاول ترميم ما ضاع منه من الحياة في حياته. إذا هذه نتيجة القراءة، سيبقى هناك في هذه الفترة بعد، ربما تواصل عن طريق الإنترنت فقط من بعيد، ربما قطع في هذه الفترة، ولكن يوجد مراقبة وانتظار. يوجد مراقبة. نصيحتك لهذه القراءة، يقول هذا الكارت: انتظر، توقف وانتظر، فقط انتظر اللحظة المناسبة التي يجب أن تتحرك بها. لا تتحرك بدون أن تجد أن هذا الشخص عنده نوايا وأنه مستعد للرجوع من جديد. فقط انتظر وترقب، والطاقة تتغير من فترة لفترة، كل ما عليك هو الانتظار. سأعطيكم نصائح لهذه القراءة. النصيحة تقول: عبر عن نفسك أكثر وكن جريئا. أنا أجد أن هذه المقولة، لنأخذ نصيحة ثانية أخرى وسأقول لكم، تقول لك: افتح قلبك للحب، حب نفسك، حب نفسك، حب الله، حب الطبيعة، حب الناس. في هذه النصيحة، عبر عن مشاعرك، عبر عن نفسك أكثر وكن جريئا. أنت هنا خائف، وأنت منتظر خوفا من ردة فعل أو من صد من هذا الشخص. ربما هو في هذه الطاقة قد وضع حدود بينك وبينه. أنت تشعر بالحنين الشديد إليه، وأنت تشعر بالحاجة إليه، وهو قد وضع حدود بينك وبينه، وأنت الآن خائف من أن تعبر له عن مشاعرك. هو ربما يحمي قلبه أيضا، ربما وضع حدود صحية بينك وبينه، لأن ظروفه غير مناسبة الآن في الرجوع إليك. هو يفيض قلبه ويشعر لك يشعر بتجاهك بحب كبير جدا، ولكن هذه الفترة لا يريد أن يعبر لك عن أي عواطف، ويريد الاستشفاء والقيام، الوقوف من جديد، النهوض من جديد، لأنه قد مر بتعب كبير. عبر عن نفسك أكثر وكن جريئا. ربما فإذا وجدت بأن هناك وقت مناسب لأن تعبر عن نفسك، عبر عن نفسك، ولكن انتظر لكي تجد الوقت المناسب فقط. فإذا وجدت أن هناك وقت مناسب، أنت تعلم، فعبر عن نفسك وكن جريئا ولا تتردد. وتقول لك: افتح قلبك للحب، وحب الله، وحب الناس، وحب الطبيعة. ليس الحب ليس للشخص الذي يحبه فقط، لكن الحب من أشخاص آخرين بحياتنا، حب الأهل، حب الأصدقاء، حب الأولاد، حب الطبيعة، يعطينا طاقة إيجابية جدا في حياتنا، ويخرجنا من شعور الحزن الشديد الذي أنت فيه. أنت في طاقة جدا سلبية، وأنت
من الواجب عليك أن تشحن روحك الداخلية بطاقة إيجابية. حب الله يعطينا الطاقة الإيجابية التي نتمناها ونطلبها. هذا الكارت جدا جميل، يناسب هذه القراءة. أنا أرى برسوم قريبا جدا، فقط أطلب، ركز مع نفسك وأطلب ماذا تريد، وهذا الأمر الذي تريده سيأتيك حالا. فقط كل ما عليك الآن، أنت سمعت هذه القراءة، تركز بشيء ما معين أنت تريده، وبإذن الله ستحصل على إجابة سريعة، وستحصل على هذا الأمر. فقط ركز في هدفك وبالشيء الذي تريده. تقول هذه البطاقة بأنك أنت تستطيع أو تعطي الطاقة الإيجابية للآخرين بحبك لهم، فعبر عن هذا الحب. هذه هي البطاقة، تؤكد هذه البطاقة، عبر عن حبك، عبر عن نفسك أكثر وكن جريئا. وهذه تقول بأنك إذا عبرت عن حبك للحبيب أو للأشخاص الذين من حولك، فأنت تعطي الطاقة الإيجابية للآخرين بحبك لهم. شكرا لكم مواليد برج الميزان على هذه القراءة، وأرجو أن تضعوا لايك إذا أعجبتكم هذه القراءة لدعمي في هذه القناة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.